الآن يا سادي دعينا نبدأ. حسنا، ولكن لحظة واحدة، إنها مدينة جميلة. لو كان بوسع جمانة أن تعيدني إلى أهلي فربما لا أستطيع رؤية مدينة الزمرد ثانية، وسوف أشتاق لها. انظروا، أهل المدينة يلوحون لنا. أها، ذلك طبيعي ما دام حاكمهم سيغادر، إنهم يحبونني كثيرا. لقد أصبت. هيا بنا الآن. هيا. السيدة زوزو قد غادر هذه المدينة، وحاكمنا الفزاعة قد رحل إلى الجنوب، وهكذا بقينا دون حاكم. أرجو أن يصلوا بدون متاعب. يا سالي، في هذا البلد لا نعرف المخاطر التي قد تفاجئنا. واجهتنا مفاجآت كثيرة وغريبة. علينا أن نتعاون حتى نوصل سالي إلى جمانة لكي تساعدها على العودة إلى أهلها. صحيح. نعم صدق. شكرا لكم، ولكن هناك شيء واحد يثير قلقي. وما هو؟ إن لم يكن بوسع جمانة إعادتي إلى وطني ولا تملك أي نوع من المساعدة لي، فما الحل إذن؟ لماذا تفترضين هذا؟ إن أهل هذا البلد أكدوا أن لا ينبغي أن تتشائمي هكذا. أهل مدينة الزمرد يقولون إن جمانة حكيمة طيبة وقوية. معك حق. صحيح. على أي حال فإن جمانة هي فرصتنا الوحيدة، أليس كذلك يا سالي؟ هذا صحيح، ليس لدينا أي أفكار أخرى. ينبغي أن نكون أكثر تفاؤلا، والآن دعونا ننطلق. هيا هيا. سأعود للوطن قريبا جدا. ستتكلم في نومها. لا بد أن سالية تشعر بالوحدة، إنها تحلم بعمها وعمتها. أرجو أن تستطيع العودة إلى أهلها بأسرع ما يمكن. يصعب علي أن أفارق سالي. أجل، ربما كان السبب هو قلبي الجديد، فأنا أكثر حبا لسالي من ذي قبل. أرجو أن تكون جمانة مزيفة مثل زوزو. لماذا؟ لكي تبقى سالي هنا. كلنا لا نتمنى فراقها، ولكنها لن تسعد بعيدا عن أهلها. صباح الخير يا سالي. صباح الخير، إنه يوم بديع. أتعتقد أننا سنصل إلى جمانة اليوم؟ ربما. لقد سرنا مسافة طويلة بالأمس ولم نواجه أي متاعب. ولكننا لا ندري ماذا سنرى اليوم. سنكون بخير إن شاء الله. حتى الطيور مسترخية أيها الأصدقاء. ولكني قلقة. لماذا؟ لقد فكرت في بلاد الزمرد قبل أن أوي إلى النوم ليلة أمس. أعتقد أنها بلاد مثيرة للخيال.
ذلك هو رأيي أيضا، ما كنت أفكر فيه هو شكل هذه البلاد. أها، كنت أتساءل عن شكلها بالضبط، كيف يكون يا ترى؟ اسمعوا لي. نعم. أنا لا أعرف بالضبط، ولكني أتخيل أنها أساسا على شكل دائرة هكذا. أها، ومدينة الزمرد في وسط هذه الدائرة أيها الأصدقاء، والحاكم طبعا يعيش هناك. أنت تقصدينني أنا؟ صحيح، أنت حاكم بلاد الزمرد أيها الفزاعة. لقد أصبت، كنت أعتقد أنني قد أصبحت سيد القصر فقط، ولكنها في الحقيقة مسؤولية كبيرة جدا. أيها الفزاعة، يجب أن تكون قائدا قويا. إذن لقد جئت من بلدي إلى هذا البلد وهو جزء من بلاد العجائب، ثم تبعت طريق الحجر الأصفر إلى مدينة الزمرد هكذا. لقد تقابلنا هنا تقريبا. صحيح، كان هناك حقل كبير، ثم قابلت الحطابة في الغابة بالقرب من هنا. وفي الغابة التي في هذه المنطقة هاجمنا الليل. أشعر بالإحراج عندما أتذكر ذلك. هذا جزء من بلاد العجائب أيضا. إذن فبلاد العجائب تقع في هذا الاتجاه أيها الأصدقاء. أنا أيضا سأصبح مهما في هذه البلاد، أليس كذلك؟ وقلعة الماكرة الشريرة هنا على وجه التقريب، وأنا سأحكم هذه الغابة. هذا مما ليس فيه شك يا سامي. إذن فهذه البلاد في الشمال لم نصل إليها من قبل، لقد قابلنا حكيمة هذه البلاد الطيبة ولا شك أنها جاءت من هنا. مما نتذكره عن كل الأماكن التي زرناها أعتقد أننا في هذا المكان، ذلك يعني أننا ينبغي أن نتجه إلى الجنوب مباشرة، ما رأيكم؟ سالي، بدأت أصبح على معرفة جيدة بشكل بلاد العجائب، ولكن هذا فقط ما أتخيله ولست واثقة مما أقول. على أي حال هيا بنا إلى الجنوب. أمامنا يوم حافل بالمغامرات المثيرة، فلنتحرك يا أصدقاء. هيا. الجو حار. نعم، نحن نتجه جنوبا كما تعلمين. يحسن ألا تلمسوني، فأنا شديد الحرارة، جسمي حار حار، جسمي حار حار. دعونا نتسلق تلك الصخرة ونبحث عن مكان بارد. هذا تسلق صعب، لا أقدر عليه. سالي، هل أنت على ما يرام؟ أجل، ولكن ينبغي أن نجد طريقة أفضل لتسلق هذه الصخرة. ما العمل يا ترى؟ من الأفضل أن نتجه إلى تلك الشجرة يا سالي. حسنا، فلنذهب في ذلك الاتجاه. ألا تعتقدون بأن هذه الشجرة خريبة؟ أجل، فلنسرع، هذا المكان يثير مخاوفي. ما الأمر؟ ما هذا؟ شيء غريب، تلك الشجرة تحركت. سأذهب لأتحرى أمرها. سالي، ذلك خطر. اتركيني الشجرة.
شجرة تحاول أن تمنعنا من السير في هذا الطريق. ماذا سنفعل؟ صحيح، يبدو أن هذا الطريق هو الوحيد الذي يمكن أن نسلكه. أعتقد أننا في مأزق. وجدت الحل. ها؟ وما هو؟ علينا أن نضع هدفا وهميا. وهمي؟ كيف نفعل ذلك يا فزاعة؟ نستخدم شيئا كهدف وهمي. حسنا، دع هذا الأمر لي أيها الفزاعة. هل أنت مستعد يا حطاب؟ لأنها من شجرة فظيعة. يبدو أن الأرض هنا مستوية قليلا. مجموعة من أشياء غريبة تبدو كأطباق. نعم، إنها أطباق بالفعل. ترى فيما تستخدم؟ ربما تكون هذه الشجرة حارسة لهذه الأطباق لكي تحميها من الأعداء. ربما، ولكن من هذا الذي صنع هذا الجدار؟ دعنا نعرف ذلك. ربما يكون بابا أو شيئا ما، سأذهب لأتأكد. ساري، بدلا من إضاعة الكثير من الوقت في اللهو هنا، فلنسرع أفضل لنكتشف الأمر. أريد أن أرى ماذا خلف هذا الجدار. تذهبين هناك؟ لا أرى أي مدخل، فكيف نستطيع الدخول؟ ما الذي يمكننا أن نعمله الآن؟ دعونا نتخلى عن هذه الفكرة أرجوكم. عندي فكرة، فلنصنع سلما من شجرة اللبلاب هذه. تلك فكرة جيدة. حسنا، فليجمع كل منا بعض اللبلاب. حسنا. أعتقد أن هذا يكفي يا أصدقاء. حسنا، سوف أرميه على الجدار. راقبوا ما سأفعل. هيا.
أحسنت أنت يا حمار. حسنا أوصينا أن نتسلق. سأصعد أولا، أنا خفيف الواد. كلا، أريد أن أكون أول من يرى. كلا، قد يكون هناك خطر عليك. سأصعد أولا وأشير إليك، هل فهمت؟ مدينة ألعاب. دعوني أنظر معكم، أريد أن أرى. على رأسك يا صديقي. أيها المساء. ما هذا؟ ما أنتم؟ ماذا تفعلون هنا؟ كلا، شجرة هامة انكسرت. شيء فظيع فظيع جدا، انكسرت انكسرت. لا تخافوا، سوف أصلحها. ماذا تفعل؟ استدعوا الجيش حالا فورا. انتظروا لحظة. أين المتسلل؟ أين هو؟ من أنتم؟ من أين جئتم؟ هيا أخبروني. نحن في طريقنا للقاء حكيمة الجنوب الصالحة جمانة. أردنا فقط أن نرى بلدكم، نحن لا نقصد الأذى. لا تقصدون الأذى، لقد كسرتم شجرة وحلت عليكم عقوبة الإعدام. أطفئ النار. هيا. تتحرك وتتكلم لأنه من مكان غريب.